قولي لنا رأيك بقى يا مامي. اخواته بتتي من حلاوتها اكلت الرجول بعضمها. بصوا يا جماعه طعمها تحفه، دي بافلو تشيكن وينجز بجد جامده جدا، احسن ما بيعملوها بره اصلا. واو معقول دي رجول؟ معقول يا توتا؟ ايوه اي خدمه. لا العظم من جماله ببلعه. فعلا طعمها تحفه، حلوه جدا جدا. تسلم ايدك يا ماي. الاكله دي اللي عاملاها ماي بالبنت النهارده. انا النهارده كنت قاعده كسلانه جدا ومش قادره اقوم اعمل غدا بصراحه. دي كانت رجول فراخ عندي والاجنحه. لما بجيب فراخ باخد الرجول والاجنحه واشيلهم في كيس يعني لحد ما بيتحوشوا بقى كميه كده. قلت النهارده ايه رايك يا مامي ما دمت انت مش قادره تعملي اكل انا هعمل غدا. قلت لها اعملي يا ماي. تعملي ايه؟ اسمها ايه يا ماي؟ معلش مش عارفه. بافلو تشيكن وينجز هي اللي ماي بقى لكم عليها دي. طبعا عشان انا ما كنتش متخيله جمالها وطعمها. قلت لها يا مامي دي بتتاكل في المحلات وغاليه جدا، ويا مامي دي انت عارفه يا مامي الطبق بكام؟ قلت لها يا فير قول يا ماي بتتباع في المحلات. قالت لي اه يا مامي بتتباع. قلت لها طيب انا زياده يعني انا قلنا هناكل جبنه وبطيخ او جبنه وانا. قلت طب زياده كارثه يعني عشان خاطر الراجل الغلبان اللي هو جوزي يعني ملوش في الحاجات دي. بس طبعا دقناها واحنا بنعمل. قال لي يا نرمين بصي مايفل عامله ابداع. فروحت عامله صينيه رز معاه. قلت عشان لو الاكل بتاع مايفل طلع وحش نلاقي حاجه نتعشى بيها، نلاقي رز معمر. عايز اقول لكم انا مش عايزه اكل رز معمر، انا غضبت عليه، حاسه ان طعمه هيبقى وحش جنب الاكله دي. بجد حلوه جدا جدا جدا. ما تيجوا مع بعض نشوف البتاع اللي مايفل بتقول عليه ده اتعمل ازاي. هلو يا جماعه عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا مش مامي طبعا عشان انا اللي عملت الوصفه دي، فقلت لازم انا بنفسي اطلع اقول لكم الريسيبي وكده. يعني بصوا يا جماعه احنا دلوقتي بنسلق رجول الفراخ والوينجز اللي هي اجنحه الفراخ يعني بنسلقها عشان نعمل بيها بافلو تشيكن وينجز. بجد يا جماعه الوصفه دي من احلى الوصفات اللي عملتها او الوصفه الوحيده اللي عملتها، بس هي بجد جامده جدا. بتتباع بره في كوريا مشهوره قوي وفي فرنسا والحتت دي. بجد جربوها هتعجبكم جدا. احنا بنسلق رجول الفراخ والوينجز. هي رجول الفراخ مش في الريسبي الاصليه، بس انا قلت ايه ازودها من عندي كتريك كده علشان كده كده رجول مسلوقه فاهمين، فتاخد من الصوص مش حوار يعني. فاحنا عشان في الريسبي بتاعتنا ان احنا نقلي الوينجز ورجول الفراخ، فهنعمل لها التتبيله اللي هنحطها فيها عشان نقليها. اولا هنحط كوبايه دقيق، وهنحط بعدها معلقتين بيكنج باودر بجد بتدي طعم تحفه، وبعدها هنحط معلقه بابريكا قشطه، وبعدها هنحط معلقتين فلفل اسود. اوكي امشوا بالديتيلز دي يا جماعه عشان تطلع معاكم بجد تحفه. وبعدها نحط معلقه كمون، وبعدها نحط معلقه بصل باودر وجنزبيل، ده جنزبيل، وبعدها نحط بصل باودر، وما تنسوش تحطوا توم باودر برضو. اوكي عشان هنحطه من اوت ذا كاميرا يعني. بعدها نحط ملح. اوكي حسب بقى ايه استشعاركم كده. بعدها هنقلب كل ده ميكس كويس جدا علشان بعدها هنحط له حاجه فما يكونش فيه حته فيها وحته ما فيهاش. بعدها نحط نص كوبايه لبن نحطها عليها. على فكره في حتت كتير مش بيعملوا التريك دي، بس بجد اسمعوا الكلام تحفه. وهنزود نص كوبايه ميه وهنقلب الخليط ده كويس، ولو حسيتوا ان هو محتاج ميه اكتر زوده، هو حسب الدقيق بتاعكم عقبال ما يبقى قوامه وزي اللي احنا عاملينه. وبعدها ننزل عليها الوينجز ورجول الفراخ التتبيله دي ونحطها فيها شويه 10 دقائق مثلا ماشي. بعد كده ما ميكست بيهم كويس هنسيبها شويه. بعدها نكون مسخنين الزيت كويس، وبعدها ننزل بيها بالوينجز والفراخ. اهم حاجه الزيت يكون سخن. مامي هي اللي قالت لي التريك دي، والصراحه هي اللي قالت مكاني، انا مش بقلي. مامي هي اللي قالت الصراحه، ربنا يخليك يا مامي، هي اللي ساعدتني في الوصفه دي. كده قليناها وحطيناها هنا يعني عشان لسه قبل ما نقلي الكميه الباقيه. وهنقلي الكميه الباقيه كويس وتفضل النار عاليه. مامي برده هي اللي قالت لي كده، هتفضل اهم حاجه ان النار عاليه وما نقلبش فيها كل شويه، احنا نسيبها تاخد لون وبعدها نقلبها علشان ما تلزقش، عشان احنا عملنا قبل كده حاجه قبلها يعني قليناها ولزقت وكانت وحشه جدا. امشوا بالطريقه اللي هي قالت لي عليها مامي علشان تبقى كويس، اللي هو تسيبوها وما تقلبوهاش على طول لحد ما المنظر يبقى رائع زي ما انتم شايفين كده. شايفين الجمال يا جماعه؟ شايفين اللون اليالو الجامد اللي فيها؟ بجد تحفه. وامشوا ورا الريسبي دي هتطلع معاكم احلى من كده كمان. بس دلوقتي بقى هنعمل الصوص. احنا محتاجين عشان نعمل الصوص البافلو عشان نحط فيه الوينجز هنفرم 3 تومات، هنفرمهم كده. دي مامي برده ربنا يخليها لي.
وبعدها نحط معلقه سمنه، مش كتير قوي يعني، مش كتير خالص عشان ما نتخنش. وبعدها ننزل بالثوم بتاعنا ونقعد نقلب قبل ما يدي لون اصفر كده، ننزل عليه بمعلقه خل، وبعدها ننزل عليه بمعلقه صلصه ومعلقه صويا صوص. هنا ننزل بمعلقتين صويا صوص عشان يبقى طعمها تحفه كده. اوكي، احفظوا المكونات عشان مهم جدا ان انتوا تمشوا عليها. بعدها ننزل بباربيكيو، هتنزلوا مثلا بنص كوبايه باربيكيو، انزلوا بباربيكيو كتير، ولو عندكم كاتشب يستحسن تحطوا كاتشب، بس احنا حبيناها من غير كاتشب عشان ما يبقاش سكر عالي، بس حطوا اللي انتوا عايزينه يعني. بس هو ده صوص البافلو، بيبقى اهم حاجه فيه الباربيكيو. بعدها نحط شطه، زودوا شطه، حطوا شطه كتير قوي، هتبقى تحفه تحفه يا جماعه. بعد كده نحط معلقه عسل. مامي انا حطيت شويه ميه عشان كنا محتاجينها فعلا تبقى فيها شويه ميه، بس حطيتها في بتاعه الباربيكيو يعني، بس ادت طعم تحفه. هنقلب بقى كويس الكلام ده كله ببعضه كده، نقلب كويس 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 كويس. بعد كده نحط سويت اند شيلي صوص، ده هتلاقوه في اي سوبر ماركت. سويت اند شيلي صوص يا جماعه ادى طعم تحفه، هو مش موجود في اي حته تانية ان هم حاطين ده، بس احنا قلنا نخترع كده وحرفيا فرقت معانا جامد. دقنا الصوص قبل وبعد بالسويت شيلي صوص، بجد وداه لحته تانية تماما بجد يا جماعه. اما تيجوا تعملوا بافلو صوص حطوا سويت اند شيلي صوص، هيطلع معاكم زي اللي بيعملوه كوريا بالظبط. احنا كلناها قبل كده من بره طلعت زيها بالظبط. دي تريك مش بيقولها عليكم اي حد، دي احنا بس بيت العيله واكلات من المينا هم بس اللي يقولوا لكم على التريك الجامده دي. بعد بقى نقلب الوينجز كويس جدا في الصوص البافلو، بجد يا جماعه احلى من بره مليون مره، عشان محدش اصلا قال على النت خالص ان هم لازم نحط سويت اند شيلي صوص، بس حرفيا التريك دي فرقت جامد. حطوها يا جماعه، اسمعوا كلامي واكتبوا لي في الكومنت عجبتكم ولا لا. ونقلب كويس جدا كويس، واحنا قفلنا النار على فكره. اوكي، احنا قفلنا النار وبنقلب كده دلوقتي عشان خلاص مش محتاجين النار تاني. احنا دلوقتي بنقلب كله في بعض عشان تبقى واخده من طعم الصوص الرائع ده. بعدها بقى عشان نحط سمسم ابيض، هيديها برده طعم تحفه وتبقى زي كوريا بالظبط. كوريا بيعملوها كده، حتى لو انتوا بتشوفوا الاكله زي هناك يعني، هتلاقوا الكوريين بيعملوها بنفس الطريقه دي، بجد توديها لحته تانيه خالص. والسمسم الابيض ده حوار، هتلاقوه برده عند اي عطار تقريبا، مامي قالت لي كده. وتحطوا عليها رشه كده خفيفه جميله رائعه تحفه، تدي شكل رائع. شايفين يا جماعه البرزنتيشن الرائعه؟ شايفين؟ وترشوا بقى كده رشه خفيفه جميله. جماعه بجد انا جوعت تاني، انا لازم اعمل الوصفه دي تاني بجد، هعمل الريسيبي دي على طول عشان انا جوعت، وبجد كنت زعلانه قوي انها خلصت. كناش متوقعين الطعم ده. بس يا جماعه جربوها وبجد تحفه، حوار يا جماعه. مش عارفه منتج الفيديو اللي هيمنتج الفيديو ولا هيتكلم في الفيديو، هي مايفل برده، لان هي حاطه صوصات غريبه انا بصراحه اجهلها. برده التعليم ما بفلوس برده بيفرق عن التعليم المجاني. فبصراحه الاكله حلوه جدا، اتمنى من كل قلبك تجربوها. هي مايفل بتتاكل بره في المطاعم دي؟ اه بتتاكل بره والله، في ناس بتتاكل كتير. طبق رئيسي بره فعلا؟ ايوه بجد. لا بس بجد عايزه، دي في فرنسا مشهوره قوي والله. لا بس انت ابدعتي يا مايفل، ما يخليك. وانا اللي مزعلني ان هم كميه قليله يعني، بصوا قاعدين ورا الكاميرا وحوش، خلصي خلصي عشان عايزين ياكل. بجد حلو جدا جدا، اتمنى من كل قلبك تجربوه، هيعجبكم قوي قوي. اذا ما عجبكوش انتوا هيعجب ولادكم، بس انا واثقه بعد ربنا ان هو هيعجبكم. واشوفهم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.